في شك ان عبقريه المصري القديم تخطت كل التوقعات. شفنا تقدم المصري القديم في الطب، في الفلك، في العلوم، ولسه لحد دلوقتي بيبهر العالم. مؤخرا زاد الكلام عن معبد دندره اللي بيشهد النهارده ظاهره فريده، وهي تعامد الشمس على مقصوره الولاده الالهيه. بس ظاهرة في الحقيقة استثنائية يا شاذلي، هيكلمنا عنها بالتفصيل ضيفنا اللي معانا على التليفون الباحث أحمد عوض، باحث في الفنون والعمارة المصرية القديمة، ونعرف منه كده يعني إيه هو اللي بيحصل في معبد دندرة، إيه فين مكانه وليه يعني دلوقتي بنركز عليه. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضراتكم جميعا. أهلا بحضرتك. يا أهلا بحضرتك. معبد بكل تأكيد مهم، مصنف المعبد رقم 5 في الآثار المصرية القديمة، هو رقم 5، هو احنا بنتكلم في 7 عجائب للآثار المصرية القديمة، فمعبد مازال محافظ على رونقه ومحافظ على ألوانه ورسوماته حتى هذه اللحظة. عايزين نتكلم مع حضرتك في البداية عن المعبد، من الذي قام بتشييد هذا المعبد ومكانه كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم عن بناء المعبد، وده من الشواهد الأثرية كان نقدر نرجح إن هو ابتدى مع الأسرة الرابعة في عهد الملك خو، ولكن بعض الأثريين كانوا يشككوا في هذا الطرح. إنما بالنسبة للمسلمات الأثرية العامة، وأن هذا الموقع الأثري بمحافظة إنا كان على مدار الأزمنة في مصر القديمة ذو قدسية خاصة واهتمام خاص من المصري القديم، وبالتالي هو شهد أكثر من بناء في هذا المكان، كلها أبنية طبعا خاصة بالمعبودة حتشور التي قدست في هذا المكان، ولكننا نقدر نقول ده على مر يعني من الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة، ولكن نقدر نقول أن المعبد الموجود حاليا قد تم بناؤه في عهد البطالمة، خاصة من سنة 54 على يد بطليموس الثاني عشر. الظاهرة اللي هنتحدث عنها النهاردة، وهي ظاهرة تعامد الشمس على مقصورة الولادة الإلهية الخاصة بمعبد دندرة، وهي مقصورة خارجية. المقصورة الخارجية هي بنيت في عهد العهد الحكم الروماني في مصر القديمة، وخاصة برضو بعض الشواهد الأثرية ترجح أن من بدأ ببنائها هو الإمبراطور أغسطس. الشاهد في هذه الظاهرة أنها ظاهرة فريدة من حيث المشهد والمعنى. المشهد ان احنا عندنا تعامد الشمس في المقصورة بينصب على أشعة الشمس زي ما حضراتكم شايفين في الصور على باب تشكيل لباب وهمي أو منحوت بارد كده عن الجدار. هذا الباب الوهمي يحمل 3 شموس مجنحة ويعلوها صفة من الكبرى المتواجدة بتاج الشمس. من حيث المعنى فإن هذه المقصورة خاصة بطقوس الولادة الإلهية للملك مصر في مصر القديم. ليها طبعا مرجعيات من الدولة الحديثة، ولكن البيت الولادة كبيت ولادة يعني أشهر بيوت الولادة هو هذا البيت الملحق به معبد دندرة. طيب دكتور احمد، انا عايز اسال حضرتك سؤال، لانه احنا كمان عارفين انه الشمس بتتعامد على وجه الملك رمسيس، فالتعامد ده لما بنشوفه ده محتاج علم بالفلك وعلم باصول زوايا كمان وحسابات زوايا الانحراف. ازاي المصري القديم قدر ان هو يبقى عنده العلم ده والمعرفه دي، وازاي يعني الظاهره دي قدروا يعملوا مواعيد ليها كل سنه؟ طيب مصر القديم كانت مش بس ذو براعة وعلم أصيل في هذا الموضوع أو في مجال الفلك، لا هو كمان كان فريد في تطبيقاته للعلوم ديت، وإزاي أنه كان بيستغلها في
يعني معتقداته الدينية وفي حياته العامة. خليني أقول لحضرتك مثال على ذلك. إحنا بنستعجب إلى اليوم كيف تم بناء الأهرامات أو غيرها من المعابد في بدون يعني أخطاء هندسية على الاتجاهات الفلكية أو الاتجاهات الجغرافية محددة. المصري القديم كان بيقدر ان هو بتقنيات بسيطه جدا انه يستخدم ده، وهي على سبيل المثال استخدامه لظل ظل اوتاد خشبيه من في اوقات معينه لتواجه مسار شروق الشمس، بمعنى انه لو عايز ان هو يعمل خط على اتجاه الشرق الغرب الحقيقي فهو يدري بتمام الدرايه والعلم وقت شروق الشمس وقت الاعتدال سواء الخريفي أو الربيعي اللي هو وقتها الشمس بتشرق فعليا من على اتجاه الشرق. فحين ودي عندنا الشواهد الأثرية بأن هو إزاي كان بيستخدم أوتاد خشبية في تأسيس أو شعائر تأسيس المعابد والأهرامات، وبالتالي ظل هذا الوتد يقدر يرسم له خط على الأرض من المحدد على اتجاه الشرق الحقيقي بدون اي اخطاء. وانا مش عايز اقول يعني حضراتكم ان احنا لو بالوتد كما هو شاهد في الشواهد الاثريه بطول متر ونص يقدر يتجاوز ال 50 متر في الظل على الارض وقت شروق الشمس وقت الاعتدال الخريفي او الربيع اللي هو وقت شروقها من على اتجاه الشرق الحقيقي، وهو بذلك يقدر ان هو يقدر يبني او يرسم هذا الخط على الارض بدون اي اخطاء هندسيه. فالفكره انه عنده علوم نظريه عايز اقول يعني عميقه جدا وفي الفلك وغيرها وفي الطب وغيرها وغيرها. هو بيقدر المصري يستخدم هذه العلوم أو العلوم النظرية بتطبيقات عملية بسيطة جدا ولكنها في غاية البراعة يعني عايزين نقول والعبقرية. طيب دكتور أحمد، إمتى اكتشفنا هذه الظاهرة ومين اللي اكتشفها؟ ده كان ظاهرة تعم شمس على مقصورة الولادة في بندرة. ده كان بحث ليا في شاركت بيه في المؤتمر الدولي لكلية آثار في جامعة القاهرة في 2015، وخدت كان قبلها عملية الرفض الظاهرة الموافقات الرسمية من اللجنة الدائمة في وزارة الآثار. كل الشكر لحضرتك. طبعا بكل تأكيد هي ظاهرة تستحق التركيز عليها للترويج للسياحة في معبد دندرة. شكرا جزيلا دكتور أحمد عوض المتخصص في فنون وعمارة مصر القديمة.